اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في الجزء الاخير من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبع الاستاذ احمد المصبيح والاستاذ توفيق الخليفه هما ضيفا حلقه الليله فقرتنا اليوميه بين قوسين والكاتب الاستاذ عدنان جسنيه. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عدنان جستنية بصحيفة الرياضية والتي حملت عنوان أحمد عيد شفافية لا تهدأ، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: على طريقة جريدة عكاظ في زاويتها اليومية الشهيرة سؤال لا يهدأ، والتي تقوم بتوجيه سؤال لأي مسؤول مهما كانت مكانته الاجتماعية ودرجته العلمية ومرتبته الوظيفية، ويبقى السؤال معلقا حتى يجيب عليه. وبطبيعة الحال أمام هذا الزن اليومي المتواصل لا يستطيع الأمير ولا معالي الوزير أو سعادة المدير الفكاك من مهمة الرد مهما طالت الأيام، خاصة أن هناك توجيها سام من خادم الحرمين الشريفين بوجود الرد على ما ينشر في الصحافة. ويبدو أنني سوف أستخدم نفس الأسلوب مع اتحاد كرة القدم ولجانه إن لم أجد التجاوب المطلوب، عندها سأضطر إلى تخصيص فقرة في نهاية همس المتواضع جدا عنوانها شفافية لا تهدأ، في تجربة سوف أخوضها بدءا من اليوم موجهة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت أحمد عيد في سؤال آخر بعدما طنش رأيا سبق أن طرحته قبل أيام حول أداء لجنة الانضباط، حيث كنت متوقعا أن آلية عمل الاتحاد الجديد ستعمل بمبدأ الشفافية مع الإعلام الرياضي لتقدم صورة تؤكد أنها ماشية على نهج تصريح أطلقه الرئيس السابق الأمير نواف بن فيصل عقب تقديم استقالته مباشرة بقوله على وجود نوايا حقيقية للتغيير والتطوير. وأضاف الكاتب: إنني أتمنى أن يباشر الرئيس المؤقت أحمد عيد من ضمن مهام مسؤولياته وضع حد فاصل لهذه السياسة الفاشلة، وأنا هنا لا أرمي الكلام جزافا بدون دليل، فخذوا مثلا إهمال أمانة الاتحاد في فترات سابقة تقديم إحصائيات دقيقة للاتحاد الدولي لكرة القدم لعدد المباريات التي لعبها ماجد عبد الله، فلو أدت هذه المهمة كما ينبغي لما حدث نفس الإهمال مع محمد دعيع الذي فقد هو الآخر عمادة اللاعبين نتيجة حتمية لأمين همه لبس المشلح وموظفين عارفين سالفته، كما أن المعلومات الخطيرة التي كشف عنها الحكم الدولي السابق مقرر لجنة الانضباط أيضا سابقا عبدالله القحطاني براهين أخرى فضحت أين يكمن الخلل ومن سبب الوقوع فيه، وهي معلومات تستدعي من الاتحاد المؤقت التحقق من صحتها ليس من أجل التيقن من مصداقية قائلها فحسب، إنما أيضا من المهم جدا معرفة من تورطوا في تغييب أنظمة وساهموا في تفرقة بين أندية ولاعبين إلى آخره. من خلال منطق شفافية لن تهدأ أطالب من إدارة الاتحاد المؤقتة برئاسة أحمد عيد فتح ملف التحقيق مع كل من له علاقة بالحالات المذكورة، وأيضا مع لجنة كانت نائمة في العسل أصدرت عقوبة ضد جماهير نادي الاتحاد عقب 5 أشهر من مخالفة ارتكبتها، ناهيك عن اللجنة الفنية والمسابقات التي أحسب أنها عقب موافقتها على تأجيل مباراة الاتفاق والرائد فتحت أبواب التأويلات لتضع أعضاءها في موقع الاتهام. طيب هذا كان مقال بين قوسين، خلينا نشوف على وين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: المسح لا تنتظر شيئا من الخصخصة ولن ترشح لرئاسة اتحاد الكرة. في الحياة الأهلاويون بين سعادة الانتصارات وهاجس المنعطف الأخير. في الاقتصادية: الاتفاق انجرفوا خلف المطوع الأخير إسقاطي شخصي. في عكاظ عيد الجهني مباراة الأهلي استمرار للتنافس التاريخي.
في المدينة قروب الفيفا ومنظمات المجتمع المدني بالسعودية سترقب الانتخابات أو انتخابات اتحاد الكرة. المهنة الحكم الأجنبي سيختفي من ملاعبنا. في الجزيرة الأهلي يطالب بحكام أجانب لمباراتي الاتحاد والشباب. أو في النادي إدارة الاتفاق ترفض تصريحات رئيس الرائد. السابق كله في الجزيرة. في النادي الفريدي يطالب البلوي بنادي آخر غير الهلال. هذه عناوين صحافة الصباح. نشوف ضيوف حلقة الغد. مساعد العصيمي مدير تحرير الشؤون الرياضية بصحيفة الشرق الأوسط، وأحمد صادق دياب الكاتب والناقد الرياضي المعروف ورئيس لجنة الإعلام والإحصاء. أبو تركي شكرا جزيلا لك، شكرا لآرائك. عتاب أخير من بعض المشجعين الأهلاويين، قالوا أحمد المصبيح كان خطابه وحديثه مع خالد البلطان خطاب لطيف، عن طارق كيال كنت شوي منفعل. هم صادقين؟ لا بالعكس، أنا والله كلهم عينين في رأس طارق، زميل وصديق واعتذرت، مو اعتذرت، قررت كلامه أنه لابد يعني يفسر. لكن عموما خالد البلطان، طارق كيال، عبد العزيز الدوسري كلهم حق يعملون لمصلحة الرياضة السعودية ومتطوعين، نشكرهم ونقدر لهم الشيء هذا. أنا مع الأندية جميعا، أنا ضد التشكيك وضد سوء النية اللي بدأت يعني ترتفع حدتها الفترة هذه. أشكر أستاذ تركي على هالحقيقة البرنامج الجميل، أتمنى إن شاء الله اثنين مشاهد سامحون على الضحكة اللي سببها أبو نايف، وتشرفت بوجود أبو نايف اليوم معنا. الله يسلمك. توفيق شكرا جزيلا لك. الجماهير الهلاوية يقولون دائما لما يكون في أي حديث عن الأهلي توفيق يعصب وينفعل، ويرون أنه أنت يعني بينك وبين الجماهير الهلاوية يعني خلينا نقول نوع من الاستفزاز. لا بالعكس، بيني وبين الأهلاوية كل حب وتقدير واحترام، واللي تابع كلامي في تويتر دائما أتكلم عن النادي الأهلي وعن حظوظه في الدوري وعن احترامي لعمل لإدارة النادي الأهلي وعلى المستوى الفني لنادي الأهلي. لكن يمكن لم يكن موفق معي أنا الأستاذ طارق كيال. إحنا ننتقد يعني كلمة من الأستاذ طارق كيال ليس معناها ننتقد الأهلي أو إدارة الأهلي، بالعكس أنا شت من نادي الأهلي. يعني كانت ردة فعل فقط لكلام الأستاذ طارق كيال، وأتمنى أن لا يفهم كلامي خطأ، ودائما أعتذر من أي شخص يفهم كلامي بشكل خاطئ أو أنا أخطئ عليه بدون قصد. أشكرهم شكر جزيل، وأشكرك أنت يا تركي أيضا على إعطاء كل ذي حق حقه وفسح المجال للجميع لكل شخص يعني يقول وجهة نظره. طيب شوف الإعادة عشان تعرف إذا قال لك نعم ولا لا. سمعني يا. موعد الغد إن شاء الله 11:30. ما في توقع مباريات؟ ما في مباريات تورط. لا مو بكرة بعدين. بعد الغد 11:30 يا مان.